السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل المتابعين ومشاهدينا على قناتنا، قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن مرض التهاب العين في الأغنام. التهاب العين ده بتسببه بكتيريا، بتسبب التهاب في العين وتسبب زي سحابة بيضة على العين، بتبدأ خفيفة شفافة، ومع الوقت مع تأخر العلاج او لو انت ما خدتش بالك منها بتبدأ تزيد لغاية ما تعمل سحابة بيضة على العين بتمنع الرؤية، بتسبب له عمى. هو العمى طبعا بيكون مؤقت لو تم العلاج. المرض سهل جدا علاجه لو اكتشفته في البداية، طبعا مع بداية تكون السحابة بيكون فيه دموع في العين واحمرار في العين، العين بتلاقيها حمراء وبتدمع باستمرار، هتلاحظ دموع باستمرار، وساعات بيصاحبها ارتفاع في درجة الحرارة، مش دايما يعني. ومعانا خروف ان شاء الله، زي ما انت شايف اللي رافع راسه ده عنده التهاب عين. هنوريك دلوقتي الصورة بتاعتها شكلها ازاي، والعلاج بتاعها طبعا سهل جدا. اذا اكتشفتها في البداية سهل جدا جدا، يعني مفيش اسهل منه طالما اكتشفتها في البداية. لكن كل ما تتأخر والسحابة البيضة تكون تزيد اللون بتاعها غمقان، يعني تبقى ابيض غامق لون العين، كل ما علاجه نفس العلاج بس هيطول، ممكن ياخد منك اسبوع لعشر ايام علاج يوميا، يوميا مرتين صبح وليل. اذا اكتشفتها في البداية ممكن بتحط القطرة مرة او مرتين ان شاء الله، يومين يعني بالكتير، وبتختفي ان شاء الله. وممكن لو اكتشفتها في البداية من اول يوم بتختفي، لكن العلاج بيطول كل ما تتأخر في اكتشاف الحالة. فدايما راقب عيون الغنم بتاعتك. وطبعا المرض ده بالذات بيكتر في الحظائر في الحظائر المغلقه، يعني في الاماكن المغلقه، نتيجه لتلوث الارضيه طبعا وسهوله اصابه العين. اما في الاماكن المفتوحه بيبقى المرض صعب، المرض قليل شويه عن الاماكن المغلقه. زي ما انت شايف معايا، ادي عين الخروف، دي اهي. انا طبعا مفيش حد معايا يمسك التليفون، بس كنت وريتك العين مظبوط، لكن هنوريها لك دلوقتي ان شاء الله. لاحظ معايا ده شكل العين. طبعا هو انا ما خدتش بالي من يومين، هو المرض جالي لي حوالي 3 ايام او يومين، بس ما كنتش فاضي الايام اللي فاتت عشان انتبه عليه اشوفه. شايف الدموع، لاحظ الابيض ده كله، ده مكان الدموع، وهي الدموع حاليا هي بتنزل من العين، ما زالت بتنزل. العلاج طبعا زي ما قلنا سهل جدا بسيط، وانا بقفلها كده على طول لغايه ما تبطل الدموع دي، بعد كده هتفضل مفتوحه عادي، هتبقى العين سليمه ما فيهاش اي دموع، بس هتبقى بيضه ما بيشوفش منها، بيصاب بالعمى. ولاحظ الاحمرار العين، ادي شكل العين كده. العلاج ان شاء الله سهل بسيط خالص، يكون معاك اي قطرة بشري. لو استخدمت القطرة البشري تكون المادة الفعالة بتاعتها ديكساميثازون. طبعا التصوير في الشمس بس صعب تشوف. ديكساميثازون اهو، يكون محتوي على الديكساميثازون. ديكساميثازون ده مضاد التهابات قوي، مضاد التهابات قوي، وطبعا معاه مضاد حيوي، معاه تبرة ميسين. طيب لو ما عندكش القطرة البشرة هتستخدم ايه؟ طبعا ده بتنقط له في عينه يوميا صبح وليل لحد ما الحالة تختفي، لحد ما العين ترجع طبيعية. ان شاء الله هنعمل فيديو ان شاء الله بعد خلال يومين او ثلاثة لغاية ما الحالة تخف ان شاء الله، وهنصور لك عين الخروف بعد ما خفت ان شاء الله. طبعا لو ما عندكش القطرة البشرة دي هتستخدم اوكسي طويل المفعول، حق اوكسي تتراسيكلين 20%. هتسحب بالإبرة سنتي كل يوم، تشيل طبعا السن،
وتبخوا له في عينه، تكبوا في عينه يوميا صبح وليل على حسب شدة الإصابة. الإصابة دي في بدايتها هتاخد يومين بالكتير أو ثلاثة أيام وتخف إن شاء الله. أما الإصابة لو شديدة طالما في مرحلة الدموع لسه في أولها، لكن بعد كده الدموع بتنشف، مفيش دموع والعين بتبقى بيضة مفتوحة عادي طبيعي، بس العين ما بيشوفش بيها. فالحالة دي بتاخد وقت أطول، ممكن تاخد 10 أيام علاج يوميا، تغسلها تنقط ليها الصبح وليل على حسب شدة الإصابة. زي ما قلنا الإصابة في أولها يوم أو يومين بالكتير وهتلاقي العين تمام مفيش فيها مشكلة. لا الإصابة متأخرة هتاخد حوالي 4-5 أيام، تاخد 10-12 يوم، ممكن توصل ل 15 يوم علاج على حسب شدة الإصابة. وطبعا دي ملاحظة مهمة جدا، بالذات لازم تركز على غنمك يوميا، تشوف نظافة العين. العين ما شاء الله مفتوحة، العين بتبقى واضحة الملاحظة طالما العين سليمة. العين التعبانة بيبقى باين عليها، بيبان عليها الخروف، حتى بيكون فيه شوية بيركن شوية عن الغنم، بس شهيته في الأكل بتبقى مفتوحة، ما بيقطعش أكل، مرض العين ما بيقطعش الأكل بتاعه. بس لو لاحظت فيه ارتفاع جامد في الحرارة ممكن بتحقنه، بالنسبة للأحجام الصغيرة دي ممكن تحقنه 1.5 سم أو 1 سم ديكلوفين خافض حرارة، لو لقيت فيه حرارة مع التهاب العين. طبعا الدموع في العين ديت مش دايما بتكون التهابات، ساعات بتكون حرارة في الجسم مصاحبها لدموع في العين، زي ما تكون حرارة مسببة صداع بتسبب دموع في العين، بس بتبان لك العين صافية سليمة ما فيهاش أي إحمرار، لا لما بيكون في الحرارة هي اللي مسببة الدموع. أما التهاب العين بتبان إحمرار العين واضح، إحمرار لون العين واضح بيبان ده في التهاب العين. عادي جدا من غير أي إبرة ديكلوفين، من غير أي خفض حرارة، هتستخدم العلاج الموضوعي اللي هو في العين وهتخف معاك إن شاء الله تمام بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.